وتجرب ونحت نحت بموضوعه ورسم 100 طريق وطريق للنجاح. هن ما بيحتاروا بيت إلا لينصب هالنجاح ويعمدوا بياسمين دمشق بنسائم قصيون وبحلب الشهباء. وهيك الإنسان بيكتمل وبيصير عن جد إنسان وفنان. بعد كلمة نادية بسرني أعلن عن فوز ممثل سوري المبدع عابد فهد بجائزة أفضل بتشكركم، بتشكر الماركس دور بالتوقيع حلو.